ها هنا بعض عطايا تربتي. مع حلول فصل الشتاء تكتسي هذه الأودية بحلة خضراء تسلب الأنظار، وعلى امتداد نحو 6000 هكتار بكلب صحراء مأرب تتوزع هذه المزارع على حدود مركز المحافظة ومديرية الوادي شرقا، حيث تتنوع بين فواكه ومحاصيل عدة، لكن أبرزها فاكهة البرتقال المأربي الذي يتميز بتعدد أنواعه وأحجامه وتفرد مذاقه. اليوسفي عدة أنواع، وزان، حجري، سبولي، إيطالي. البرتقال انقسم إلى عدة أنواع، اللي هو أبو سرة، العايدي، البلنسي. وأفضل أنواع البرتقال العايدي، وأفضل أنواع اليوسفي الحجري. تأتي في المرتبة الثالثة في الإنتاج، في نسبة الإنتاج الزراعي بين محافظات الجمهورية. تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الحمضيات على مستوى الجمهورية بنسبة قد تقريبا 75%. تنتج الكثير من الأصناف الجيدة وتغطي احتياجات السوق المحلي. هنا وفي محاولة هي الأولى في إيصال المنتج المحلي للأسواق الخارجية وضمانية استمراره، أوجد هذا المصنع الذي يستقبل منتجات المزارعين وإدخالها خط الإنتاج ليتم فرزها وتنظيفها بمحاليل خاصة وتجفيفها بواسطة أفران خاصة أيضا، بالإضافة إلى مادة شمعية تحدد عمر المنتج في محاولة لإبقائه على نظارته لفترة أطول في الأسواق المحلية والخارجية. وقدرت إنتاجية المحافظة من البرتقال ما نسبته 130 طنا سنويا. يعتبر مشروع محطة سد مأرب هو الأول في اليمن في طريقة تعامله بمعالجة الحمضيات بدل من الطريقة التقليدية، لإظهار المنتج اليمني بصورة أحسن وإدخاله إلى الأسواق العالمية وقدرته على المنافسة. قدرة خط الإنتاج تتراوح من بين 12 إلى 15 طن في الساعة، ساعات العمل طبعا 8 ساعات في اليوم. تقدر إنتاجية المحافظة بحوالي 130 طنا سنويا، وإذا ما نظرنا إلى غزارة إنتاجيتها وشهرة البرتقال المأربي فإنه من الضرورة توفير خطط استراتيجية لترويجه والعمل على استغلاله كثروة إضافية، كما أنه من الضروري العمل على إيجاد أسواق مركزية قادرة على استيعاب تدفق الفاكهة الموسمية، فلا يبدو صعبا في ظل تدفق العرض والطلب كعوامل تشكل مخاوف مضاعفة للمزارعين قد تتسبب في الحد من زراعته مستقبلا. تعد مأرب الثالثة بين المحافظات اليمنية من حيث الإنتاج الزراعي والأولى في إنتاج البرتقال، وهذا ما تتميز به هذه المزارع، غير أن ما يعول عليه المزارعون هنا هو السماح لهم ومساعدتهم بتصدير هذه الفاكهة إلى الأسواق الخارجية بشكل يضمن الاستمرارية والكسب. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.